يقيم صندوق الزكاة والصدقات التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حزمة من المشاريع لأكثر من 1600 أسرة بحرينية مستحقة على مدار السنة، ويخصص لها في شهر رمضان المبارك مجموعة من المشاريع كمشروع عساكم من عوادة والمعني بكبار السن، وأيضا مشروع الكوبونات الغذائية، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في تلبية احتياجات الأسر البحرينية ومن ثم رفع حالة العوز لديها إلى حالة الاكتفاء، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات التثقيفية المعنية بفريضة الزكاة وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس ورياض الأطفال لتوعيتهم بفضيلة الصدقة وإعانة الآخرين. من مشاريعنا في صندوق الزكاة والصدقات كالعادة في كل عام نوزع على الأسر المحتاجة الزكاة التي تأتينا من المحسنين ومن الشركات الداعمة لصندوق الزكاة والصدقات، وبفضل الله سبحانه وتعالى في هذا العام تكاثر المتوافدون إلى صندوق الزكاة والصدقات حتى بلغ عددهم إلى 1600 أسرة تستفيد من صندوق الزكاة والصدقات، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن بعد دراسة الحالات نقوم بتوزيع المبلغ المستحق لكل أسرة. ومن المشاريع كذلك التي يقوم بها صندوق الزكاة والصدقات هو توزيع مساعدات شهرية على مستحقيها، وهو ما يسمى بأسهم التعفف، ونستقطب من الأسر التي تستفيد من صندوق الزكاة والصدقات عددا معينا في كل عام، ونصرف لهم بقدر حاجتهم طيلة العام في كل شهر يأتيهم المبلغ يدخل في حسابهم. ومن المشروعات كذلك أو من المشاريع التي يقوم بها صندوق الزكاة والصدقات هو توزيع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين من الأسر المتقدمة أو التي تستفيد من صندوق الزكاة والصدقات، حيث استهدفنا في هذا العام 100 أسرة. ومن المشاريع كذلك التي يقوم بها صندوق الزكاة والصدقات استهداف كبار السن، دور كبار السن، ونسعى جاهدين في مشاركتهم فرحة العيد، حيث نوفر لهم ونشتري لهم بعض الهدايا كعيدية منا، يعني امتنانا لما قاموا به في حياتهم وسنواتهم التي أمضوها في خدمة هذا البلد وخدمة هذا المجتمع. ومن هنا كذلك أدعو الإخوة من ذوي اليسار في دعم صندوق الزكاة والصدقات، ونقول لهم بأن دعمكم لهذا الصندوق هو في حقيقة الأمر دعما لإخوانكم في المجتمع البحريني، حيث نحن الوسيلة والوسيط بيننا وبينكم لإيصال تبرعاتكم لمحتاجيها بالشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى من اشتراطات استحقاق الزكاة.